تركستان الشرقية التي تحتلها الصين وتمارس ضد أهلها سياسة تطهير عرقية أصبحت على أجندة المؤتمرات التي تهتم بقضايا الأمة الإسلامية، ومن ذلك المؤتمر العالمي 15 لأبناء تركستان الشرقية في مدينة إسطنبول الذي يشارك فيها أكاديميون ونواب من مختلف دول العالم. الهدف من إقامة هذا المعسكر أو المؤتمر هو يعني توحيد رؤية التركستانيين تجاه قضية تركستان الشرقية، والهدف الثاني هو انتباه العالم أن هناك شعب بالكامل معرض للخطر، لخطر الزوال. يؤكد الإيغور أنهم جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، آملين من المسلمين الانتباه لخطورة ما تقوم به الصين ضد وجودهم. المطلوب من الدول العربية والإسلامية والشعوب الإسلامية أيضا تحريك القضية التركستانية ومعرفة حقيقة هذه القضية، لأن تركستان الشرقية فتحت في أواخر العهد الأموي بقيادة قتيبة ابن مسلم الباهلي، فلذلك نحن كتركستانيين ما زلنا نعتبر أنفسنا جزءا من العالم الإسلامي. ويعتبر المشاركون في المؤتمر قضايا الأمة لا تتجزأ، ويجب أن تكون كلها مركزية بالنسبة للمسلمين. قضية تركستان من القضايا شديدة الأهمية للأمة العربية والأمة الإسلامية، لأنها لا تقل في أهميتها من وجهة نظري عن القضية الفلسطينية. في فلسطين تم الاعتداء على الأرض وإعلان دولة في عام 1948، في تركستان تم الاعتداء على الأرض واحتلالها سنة 1949، يعني في تقريبا في نفس العامين. مشاركون في المؤتمر أكدوا أن واجب الحكومات في الدول الإسلامية الضغط على الصين اقتصاديا لإجبارها على إيقاف اضطهادها لشعب الإيغور المسلم. المطلوب من الدول الإسلامية طالما أن لديها مصالح مع الصين الضغط على الصين لتخفيف يعني الحصار الظالم على أهلنا في تركستان الشرقية، أعطائهم الحريات، أعطائهم يعني الحقوق الإنسانية، وقف التطهير العرقي، وقف السجون الجماعية اللي قاعد تصير. ويأمل المشاركون في المؤتمر أن يتمكنوا عبر نشاطاتهم من إنصاف قضية الإيغور والحصول على استقلالهم والخلاص من الظلم الواقع عليهم.